درع البلد وفي بلدتي أرستك، وإن مكان الجنود والدبابات أمام الثغور ضد العدو وليس ضد الشعب العزل. 2. الأعمال المشينة التي قامت بها قوات الأمن بعد أن قاموا بالاعتقالات العشوائية للشباب والرجال والشيوخ، وقاموا بتجميعهم وإلقائهم على الأرض مقيدين، وقاموا بضربهم ضربة مبرعة. وإنما هو جيش الشعب السوري بكافة طوائفه وأعراقه. المعارضة في الداخل والخارج لتوحيد الصف، وأعلن عن تشكيل كتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريف دمشق، وكتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق، والنصر لشعبنا العظيم. المقدم عبد الستار يونسو، قائد كتيبة حمد الخطيب، النقيب إبراهيم مجهور، قائد كتيبة الحرية، النقيب علاء الدين، قائد كتيبة صلاح الدين، النقيب أيهم الكردي، قائد كتيبة وأذكر إخواني الذين ما زالوا يحمون هذه العصابة بقسمهم الذي أقسموا بحماية الوطن والمواطنين، لأن هذه العصابة الحاكمة المنتصبة للسلطة تقود البلاد إلى الهاوية، وعليهم أن يحددوا موقفهم قبل فوات الأوان. وأريد منهم أن ينظروا إلى سوريا بكل مدنها وقراها، هل سلمت مدينة أو قرية من ظلم هذا النظام؟ ألا يكفي هذا النظام سفكا للدماء ونهبا لمخدرات البلد؟